ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن العسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا. سيد أيمن، بعد التحية، طمئنا على حالة التصويت في اليوم الثالث والأخير من تواصل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024. أهلا بيكم. طبعا أنا بشكر الإعلام المصري على المجهود اللي قايم بيه في التغطية على مستوى طبعا العالم كله، ودي حاجة مش غريبة على الإعلام المصري. أما بالنسبة لآخر يوم أو اليوم الثالث، فالأعداد حقيقي الحمد لله بتتوافد بكثرة، لأن النهاردة آخر يوم، رغم برودة الجو والتلج نازل بطريقة جامدة، لكن الإقبال النهاردة كان ما شاء الله مرضي جدا جدا جدا، ولسه عندنا وقت كمان يعني. وبعدين الحاجة اللافتة للنظر، الأطفال، يعني الأطفال حقيقي جاية بالأعلام، حاجة تفرح، حاجة جميلة جدا. ومعظم اللي جاي بيجي لحب الوطن، ومعظمهم شباب، وده بيدل على الوعي والثقافة، فحاجة جميلة جدا. ودي رسالة بنوجهها للعالم كله، بنقول لهم هي دي مصر. صحيح. طيب أستاذ أيمن، يعني طبعا تيسيرات كبيرة بتقدم من قبل السفارات والقنصليات المصرية، وبالتأكيد هذا يحدث في روسيا. أهم هذه التيسيرات التي لمستموها؟ حقيقة السفارة المصرية أيضا مجهود جامد جدا جدا، وبنشكر أنا كرئيس جالية ومواطن مصري، بشكر سعادة السفير نزيه النجاري على المجهود اللي قايمين بيه في السفارة المصرية. حقيقي ترحاب وحاجة جميلة جدا جدا. وبعدين دي احنا في بيتنا مصر، ودي مش حاجة غريبة، مش حاجة غريبة عن السفارة المصرية في روسيا. لكن أعتقد مع الوقت ويعني هذه التجربة هذه المرة تتسم بسمات بها قدر كبير من التطور والتقدم أيضا على المستوى التكنولوجي. حقيقي دي احنا حاسين بدوت ولمسين هذا الموضوع، وده اللي مخلي الناس سعيده جدا. وهو دي مصر، هي دي مصر يا جماعه، تقدم، رقي. انا بسال الناس، طب انت جاي تنتخب ليه؟ قال لي عشان البلد تبقى كويسه، شايفين في استقرار، شايفين في امان، فحاجه جميله جدا الاستقرار والامان والجمهوريه الجديده وحياه كريمه، والانشاءات اللي موجوده ديت دي مش معموله في يعني في يوم وليله، ده فتره وجيزه جدا ما بتحصلش في العالم كله. حتى الروز ذات نفسه يعني كنت هتساءل مع حضرتك عن رد فعل المجتمع في روسيا ورؤيتهم لهذا المشهد الحضاري والمشرف للمصريين، وهم يذهبون الى سفارتهم وقنصلياتهم للادلاء باصواتهم في الانتخابات. يا فندم، احنا لينا اصدقاء كتير روس، ويمكن قلت الكلام ده، بيتمنوا لو ينفع الباسبور الروسي يصوتوا بيه لا يجوا الانتخابات ويدلوا باصواتهم في اكتر من كده، لحبهم في مصر. صح. وهم مبهورين جدا لما بيعدوا ويشوفوا ايه ده، انتوا بتعملوا ايه، فبيبقوا سعداء جدا، سعداء جدا، لان حاجه جميله جدا. وانا بدي رساله للعالم كله، بنقول هي دي مصر يا جماعه. والناس المصريين لما بيلاقوا ازمه او يلاقوا حاجه، وانت شايفه الحاجات المحيطه بمصر، بيتكاتفوا ورا القياده السياسيه ورا الرئيس بتاعهم. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا السيد ايمن العسوي رئيس الجاليه المصريه في روسيا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.